حزه التليفون. الو، اي اخوي منصور وياك، اخلص ايش تبي؟ شنو؟ من صدقك ولا تغشمر؟ انا ربحت سياره؟ ولي سلمك احلف، احلف براس امه ان انا ربحت سياره. لا اكيد اكيد ما يكون قبل الموعد، هذه سياره يا اخوي. انزين شو اسمك بالخير عشان اذا جيت اسال عنك؟ معيط؟ اسمك معيط؟ لا وايد حلو ما شاء الله. مو مهم، مو مهم اسمك، اهم شيء السياره. لا جايكم يبغى سياره ذي. تسلم تسلم اخوي معيط. شوف اخوي معيط، اذا الله اعطاني عمر جبت ياهل ثالث اسمي معيط عليك، عشان اذا عيط اقول لا تعيط. مع السلامه مع السلامه مع السلامه. منصور وين الاغراض؟ اي اغراض يا عمري؟ اي اغراض يا حبيبتي؟ اغراض الجمعيه. ايه قالوا لي اصبر شوي لحين ما حولوها على اسمي، يعني يبي لهم شوي وحولوها على اسمي. شلون؟ اقول لك اغراض الجمعيه وين؟ اي صدق وين اغراض الجمعيه؟ ما شفتيهم روحوا مني؟ والله مني والله مني والله مني. يا حظي، لا يكون نسيتهم بالجمعيه. نسيتهم بس مو في الجمعيه، نسيتهم في السياره. علي طلال قوموا شيلوا الاغراض وياي. تعال شيل 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 تعال شيل. أقول سحر. تفضل أستاذي. شيكتي على الوظائف الشهر اللي عندنا بالشركة؟ آه شيكت، ما فيش غير وظيفة المراسل والسكرتير بس. بالضبط. محتاج شيء؟ يعطيك العافية، شكرا. والله بلشتنا غرام وليد هذا. شو؟ سكرتير؟ لا ما يعرف. مراسل؟